نظمت القوات المسلحة المؤتمر الدولي العلمي الثاني في الطب الطبيعي والتأهيلي وعلاج الروماتيزم الخاص بمركز تأهيل العجوزة بالقوات المسلحة. <تخيل> نظمت القوات المسلحة المؤتمر الدولي العلمي الثاني في الطب الطبيعي والتأهيلي وعلاج الروماتيزم الخاص بمركز تأهيل العجوزة بالقوات المسلحة. بحضور اللواء أركان حرب هاني محمد كامل رئيس هيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة، وعدد من قادة القوات المسلحة، ونخبة من الأساتذة والخبراء المتخصصين بمجال الروماتيزم والطب الطبيعي والتأهيلي من القوات المسلحة، ووزارة الصحة وعدد من الخبراء الأجانب. وألقى اللواء طبيب رضا الهميمي مدير مركز الطب الطبيعي والتأهيلي وعلاج الروماتيزم للقوات المسلحة. كلمه اشار فيها الى دور المركز في خدمه قطاع كبير من ابناء القوات المسلحه والمواطنين مؤكدا على اهميه المؤتمر الذي يمثل فرصه لتبادل الخبرات العلميه الحديثه في علوم الطب الطبيعي والتاهيل لتحقيق خدمه طبيه متميزه لابناء الشعب المصري في ذلك المجال فيما اشار اللواء طبيب خالد شكري مدير اداره الخدمات الطبيه للقوات المسلحه خلال كلمته الى ما تقوم به اداره الخدمات الطبيه للقوات المسلحه من تطوير التعليم الطبي المستمر والمتواصل للوصول الى احدث النظم والابحاث على مستوى العالم وتضمن المؤتمر العديد من الجلسات العلميه والمحاضرات فضلا على اقامه ورش العمل التدريبيه بمركز الطب الطبيعي والتاهيلي وعلاج الروماتيزم بالعجوزه ويشمل المؤتمر هذا العام مناقشه احد التخصصات الجراحيه الواعده عن طريق تعديل وظائف بعض مراكز المخ والاعصاب الطرفيه باستخدام تقنيات واجراءات مختلفه لعلاج المرضى الذين يعانون من مجموعه متنوعه من الامراض العصبيه التي لا تستجيب للعلاجات الدوائيه